في اولياء اموره بيروحون وينترلاند. هذه المناشده انا ما ادري منو المسؤول عن هاللعبه او يعني المدينه او المكان الترفيهي، اذا كانت يعني شركه او قطاع خاص او حكومي انا ما ادري صراحه، لكن مناشدتي للاخوان اصحاب يعني اللي يقولون الاخوان شركه مشروعات سياحيه، يعني هي ملاحظه وعتب واعتقد انه وصل لكم، لكن اليوم واجبنا ان نوصل لكم على الهواء مباشره. مو معقوله اليوم يعني انفتحت الوينترلاند صار لها ما ادري كم يمكن شهر، وايد من اولياء الامور مو قادرين يدخلون او يدخلون عيالهم المدينه. ادري ضغط عليكم وادري ان كل الكويت يبي يدخلون الوينترلاند، لكن لازم يكون لكم حل. يعني مو معقوله يا اخوان، انا وصلت لي معلومه ان احد الاخوان ياخذ التذكره ويبيعها بالسوق السوداء، تخيلوا يعني لدرجه ان سعرها برا 4 أضعاف أو 5 أضعاف، يعني صارت اغلى من سعر حضور مباراة في كأس العالم. كأس العالم تاخذ التذكرة بالموقع ب50 أو 60 أورو، يقول لك هنا وصلت الى 150 و200 اورو، اتكلم بالاورو عشان اوريكم الفرق في السعر. فاليوم يعني اتمنى من الاخوان القائمين على وينترلاند يجدون حل للموضوع. يعني 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 انت ليش مخليها بس عن طريق الموقع؟ حط امور ثانية، مثلا دور اللي ينبكر تحط 100 تذكرة مثلا او 100 شخص، وتخلي اللي يدخل يدخل على طول، يعني ياخذ تذكرته ويدخل، عشان لا تقول ياخذ التذكرة ويروح يبيعها برا ولا يوزعها برا. اللي ياخذ التذكرة على طول يدخل، عاد ما ادري شلون نظام تذكرتكم، كرت ولا تذكرة، المهم انه يبين انه تم استخدام هذه التذكرة. احط الاسم بالاسم، ليش ما لا الاسم صعب ابو علي، بس يعني هذا حل ثالث. حط فاست تراك يا اخي، حالك حال اوروبا مثلا، يبقى هذه التذكره كم؟ 5 دنانير 10 دنانير 20، انا ما ادري كم، احط 30 مثلا، احط ب 20 اللي يبي الاسرع مثلا اللي يبي يدخل اول، اللي يعني في اكثر من حل. واعتقد الاخوان في شركه مشروعات سياحيه يعني في شباب ذكي ويقدر يكتشف افكار ومقترحات، يعني مو معقوله انتم مخلين الناس كذي، اللي يبي يدخل عياله مو قادر، تكفى دور لي واسطه، ابي احد، تعرف احد يا رجل؟ لدرجه واحد يقول كلمني سمو رئيس مجلس الوزراء خلي يدخلني وينترلاند. يعني معقوله نوصل لهالمرحله؟ يعني اسوي فترتين مثلا عمل، صباحيه ومسائيه، اللي بي الصبح 6 ساعات مثلا و6 ساعات بالليل، يعني في اكثر من حل. ازيد ساعات العمل، مليون حل، لان احاول اخلي كل اهل الكويت يدخلون المدينه. لكن صار لكم شهر، اللي بس يبي يدخل الموقع، والموقع لما يدخلون الناس ماكو، مسكر.